بداية الإنترنت، بتعرف شو علاقة الإنترنت بالقمر الصناعي؟ وشو علاقتها بالاتحاد السوفيتي أو بالولايات المتحدة؟ في سنة 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي مركبة سبوتنيك، وهي أول قمر صناعي من صنع الإنسان. هذا الخبر شكل صدمة للأمريكان، وقتها كان الحرب الباردة في ذروتها، واعتبروا كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي اعتبروا بعض أعداء. مركبة سبوتنيك فوتت الأمريكان بمأزق، لأنهم اعتبروا أنه في حال قدر الاتحاد السوفيتي يطلق قمر صناعي للفضاء، معناه بيقدر يطلق صاروخ على الولايات المتحدة. كان هذا حافز لإنشاء وكالة المشاريع الأبحاث المتقدمة أربا. اللي أنشأ وكالة أربا كان الرئيس آيزنهاور سنة 1958. كان الإشي رد على إطلاق مركبة سبوتنيك، وكان الغرض من إنشائها إعطاء الولايات المتحدة تقنية بتميزها عن غيرها من البلدان الثانية. وكان وقتها علم الحاسوب هو من أبرز مهام الوكالة. وفي سنة 1969 نجحت وكالة أربا باختراع بروتوكول شبكة تبديل الحزم Packet Switching Network، واعطوها اسم أربا نت. وصلت شبكة أربا نت 4 أجهزة حواسيب بتشتغل على 4 أنظمة تشغيل مختلفة، وهي جهاز الحاسوب في جامعة ستانفورد، في جامعة سانتا باربرا، في UCLA وجامعة يوتا. على فكرة لما منقول جهاز حاسوب بهديك السنين، احنا منقصد الجهاز الحاسوب هذا اللي منعرفه اليوم. وقتها كان حجم جهاز الحاسوب بحجم بيت صغير. لولا أربانت كان يمكن الانترنت ما كانش بالصورة اللي مبين عليه اليوم واللي منستعمله اليوم. على الأغلب ما كانش إله ولا أي وجود. في سنة 1976 نجح المهندسين في ربط شبكتين مع بعض، ومن بعدها بسنة 1977 ضموا شبكة الأقمار الاصطناعية لهدول الشبكتين، وسموا عملية الربط هاي بين الشبكات المتعددة اسم انتر نتوركينج، يعني الربط البيني. ومن هون أجا المصطلح انتر نت يلي استعملوه كاختصار. في سنة 1983 تبنت أربانت بروتوكول التحكم في الإرسال وبروتوكول الإنترنت اللي منعرفه اليوم باسم TCP/IP، ومنها بديوا بتطوير شبكة الشبكات واللي هي أساس الإنترنت اللي منعرفه إحنا اليوم. في سنة 1985 كان تسجيل أول موقع اسمه Symbolics.com، وفي سنة 1990 تم تطوير أول نظام يلي مصمم خصوصي عشان تسهيل عملية التصفح بالإنترنت، وكانت هاي لغة الـ HTML. ومع الوقت صار الـ HTML هو الأكثر تأثير على كيف إحنا منتصفح الإنترنت. وأول مرة منتعرف على شبكة الإنترنت العالمية أو الشبكة العنكبوتية الـ World Wide Web أو اللي منعرفه بـ WWW كان بسنة 1991. وأول مرة منشوف الصوت والفيديو عن طريق الإنترنت كان بسنة 1992، ووقتها تعرفنا على فكرة تصفح الإنترنت أو Surfing the Internet. ومن بعدها ما أخدش كتير وقت لحد ما نشوف الوضع اللي إحنا فيه اليوم، يلي عنا عشرات المتصفحات وملايين مواقع الإنترنت إذا مش أكتر. بعبارات بسيطة، شبكة الويب العالمية هي مساحة واحدة كبيرة مشتركة عشان نتبادل فيها المعلومات، واللي بيسهل هاي العملية هي شبكات الحواسيب العالمية أو الإنترنت. احنا بنقدر نتصل بالانترنت عشان نوصل للويب، بس الانترنت هو مجرد اتصال بين عدد لا يحصى من السيرفرات والكمبيوترات والأجهزة التانية. الويب هو الوسيلة اللي بنستخدمها عشان نوصل للمعلومات ونحررها أو نكتشفها أو نشاركها مع بعض.